بقيتي خبرني خبرني تي تسمسم تي فرحت والله ما شويه كما نقولوا حنا ريحوا من هذا كلش لا لا بالاك وبالاك ان شاء الله يروح علينا هذا الوباء يا ربي. انا شاب ما عندي حتى مرض مزمن في صحه جيده، جيت نعطي العبره لليجان تاع المنطقه تاعنا بالاخص وفي الجزائر عامه باش يديروا لو فاكسان هذا ما يخافوش. فينالمون رانا نشوفوا كاين اقبال كبير ودرناه الحمد لله. اليوم درنا انا واصلين اكثر من 20 ودرناهم تحت المراقبه، واحد مدى المضاعفه وكاع كبار وكاع اكثر من 65 سنه وعندهم كاع مرض مزمن. وفينالمون حنا حسبنا كاين تخوف، انا نشوفوا ما كاش تخوف.